هذا وأعلنت فلاي دبي وشركة بوينغ الأمريكية عن صفقة تلتزم فيها فلاي دبي بشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9787 دريم لاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار وحضر حفلة التوقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مجلس إدارة فلاي دبي ورئيس بوينغ للطائرات التجارية الرئيس التنفيذي وتقوم فلاي دبي حاليا بتقييم خيارات المحركات لاول طلبيه من طائرات دريم لاينر